ما الحكم، حكم الأكل والشرب عند رجل ماله من تجارة المخدرات علما بأنه جار لنا؟ إذا كنت نهيته وتمادى أديت ما عليك تجاهه من النصح وبعد دعاك، فهل تأكل أو لا تأكل؟ من العلماء من قال لك أن تأكل لنا حلاوته عليه إثمه، ويستدل بأن الرسول أكل عند يهودية. وقال آخرون من أهل العلم كابن عباس ومنقول عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه أنك لا تأكل، أنك لا تأكل تناهيا عن الإثم والعدوان، والله أعلم.